هي الجوائز زادت مفيش كلام، وكمان عدد المنتخبات زاد مفيش كلام، لكن هل ده أدى لارتفاع المستوى؟ لسه ما شفناش الحقيقة. يمكن كنا متوقعين بداية أقوى بعد الجولة الأولى من بطولة أوروبا من يورو 2020، ما شفناش الحقيقة المتعة أو القوة اللي تضاهي أو تساوي الكوكبة الكبيرة من الأسماء اللي موجودة على الملاعب في بطولة اليورو 2020. هنتكلم بالتفصيل على أهم اللقطات والملامح بعد انتهاء الجولة الأولى، وهنتكلم كمان على اللي جاي، لأنه أنا متوقع أنه اللي جاي يبقى أسخن، يبقى أقوى، يبقى أمتع، يبقى أكثر إثارة، لأنه كمان لما ندخل في حسابات النقط ويبقى المنتخبات بتحسب حساباتها عشان تضمن يعني أنها تتأهل للأدوار اللي جاية، أعتقد كمان منتخباتها تطلع أكتر من اللي عندها. لكن في البدايات ما شفناش منتخب يقول أنه أنا جاي أحقق لقب البطولة. حتى المنتخبات الكبيرة، حتى اللقاء اللي كان منتظر وبيتقال أنه نهائي مبكر بين فرنسا وألمانيا تابعناه امبارح، ما كانش على مستوى حتى الأسماء اللي موجودة على أرض الملعب، ولا على مستوى كمان الدوافع الموجودة عند المديرين الفنيين. بشرفنا طبعا دكتور وليد حديدي الناقد بالأهرام الرياضي، أهلا بيك يا دكتور وليد. أهلا بيك أستاذ أحمد. تقييم سريع كده، عنوان للجولة الأولى من بطولة يورو 2020 من وجهة نظرك. يعني اختصارا زي ما انت قلت، مش هختلف معاك ان البداية ما كانتش مبهرة زي ما كنا منتظرين. كنا منتظرين ان يعني الدخلة تبقى تشدنا اكتر من كده، لكن خلي بالك برضو كل البطولات اللي بيبقى فيها عدد منتخبات زيادة دايما الأدوار الأولى ما بتبقاش على المستوى المطلوب، وبيبدأ بقى من الأدوار الإقصائية المستوى بيزيد، وكمان دايما في الجولات الأولى لكل البطولات الكبرى بيكون لسه في استكشاف، كل منتخب بيستكشف البطولة، بيستكشف المنتخب الثاني، وفكرة ان برضو 11 مدينة وتنقلات و فبرضو دي ما خلتش المستوى يوصل لل 100% اللي احنا منتظرينه. لكن في بعض اللقطات وبعض اللمحات وحاجات لذيذة استمتعنا بيها خلال الجولة الأولى، وبشكل عام الكورة والأوروبا يعني بالنسبة لنا حاجة مبهرة حتى لو ما فيش مستوى في الملعب. هي مبهرة طبعا، ده ما فيهوش نقاش. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل، تعالى نشوف كده أهم العناوين الصحف الأوروبية قالت إيه عن بطولة اليورو بعد أو أثناء الجولة الأولى من المواجهات. البداية هتكون مع سبورت الأسبانية طبعا، الصحيفة يمكن اهتمت بنهائيات أمم أوروبا وكتبت عن منتخب أسبانيا تحديدا. بيدري يطلب الرسمية، وعن فوز البرتغال على المجر كتبت 3-0 مع هدفين كريستيانو رونالدو، وعن فوز فرنسا على ألمانيا كتبت فرنسا تفوز في النهائي الافتتاح. نروح لتوتو سبورت. توتو سبورت يمكن ركزت على أخبار أمم أوروبا وكتبت عن إيطاليا وسويسرا الثلاثي للظهور، وعن فوز البرتغال وتسجيل رونالدو الهدفين تصدر بيهم هدافي البطولة مع لوكاكو طبعا، كتبت كريستيانو رونالدو هدفين من الأبطال. الصحف كمان اهتمت بنشر الكلام على أو الموضوع عن الدنماركي طبعا كريستيان إريكسن، وكتبت وحطت صورة ليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت إريكسن الابتسامة التي كنا ننتظرها. هقف معاك طبعا دكتور وليد على موضوع إريكسن لأنه شغل العالم كله الحقيقة، وفي لقطات كتير جدا محتاجين نتكلم فيها. نروح لأس الأسبانية. الحقيقة يمكن برضو رونالدو يمكن كان نجم الجولة الأولى، يعني أعتقد أنه لفت الأنظار بشكل كبير جدا، وطبعا كان واحد من أهم الأسباب اللي أدت لفوز المنتخب البرتغالي على المجر وتسجيله لهدفين، وسجل عدد من الأرقام القياسية في البطولة، وكتبت إله نهائيات أمم أوروبا. كمان اتكلمت على فوز فرنسا طبعا على منتخب ألمانيا 1-0 بهدف بنيران صديقة هاملز طبعا، وكتبت هدف عكسي ذهبي، وأيضا اتكلمت على لقاءات النهاردة. نروح لسان سبورت. سان الحقيقة كتبت وركزت أكتر على تصريحات هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي وتوتنهام اللي تصدر الصفحة الرئيسية، وكتبت إنه قائد منتخب إنجلترا عنده رغبة في تسجيل هدف زي هدف تشيكي باتريك تشيك، يمكن هدف الجولة أعتقد أكتر الأهداف اللي حظيت بإقبال، وكتبت هاري كين سأسجل هدفا من 50 ياردة مثل تشيك، وهاري كين يحذر منتخب اسكتلندا. كمان اهتمت بلقاء منتخب ويلز ومنتخب تركيا في نهائيات أمم أوروبا، وركزت كمان على تصريحات جاريث بيل. نروح لماركا الإسبانية. هي ماركا يمكن ركزت برضو على كريستيانو رونالدو، حطت في الغلاف كلام على كارلو أنشيلوتي اللي بينتقل طبعا لريال مدريد، ده بره طبعا أمم أوروبا، وكتبت عن فوز فرنسا على ألمانيا 1-0 كلاسيكو كان تكريما لكرة القدم.
نروح لميرور البريطانية، ميرور سبورت، اللي قالت ركزت الصحيفة يمكن بشكل كبير على طبعا ماتش انجلترا المقبل. ده واحد من الماتشات المنتظرة اللي هيكلمنا عليه دكتور وليد طبعا بالتفصيل، انجلترا ضد اسكتلندا، وعن رغبة هاري كين ايضا في احراز الميك ذم تشيك، يعني كناية طبعا عن هدف تشيك الشهير اللي احرزه في البطولة. كمان كتبت على تصريحات جارث بيل قبل مواجهة منتخب ويلز لتركيا، وقالت جارث بيل بيقول سنقوم بإسكات جماهيرهم. نروح لليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز فرنسا طبعا في الافتتاحية قدام ألمانيا 1-0، لقاء شايفه كان مخيب للأمال، وكتبت طبعا أنه فرنسا فازت 1-0 زي 2018 كامون 18 زي ما تصدرت العنوان أو الصفحة الرئيسية في الجريدة. دي أبرز العناوين يا دكتور وليد. نرجع مرة تانية للجولة الأولى، وخليني أسألك أسئلة سريعة. المنتخب الأبرز من وجهة نظرك واللي بيقول أنه عنده القدرة على تحقيق البطولة من خلال أدائه في مباريات الجولة الأولى، هو المنتخب الأبرز فنيا وتكتيكيا بالنسبة لي كان منتخب إيطاليا. مش لازم يكون هو المرشح الأول، لكن هو بالنسبة لي أفضل ظهور في الجولة الأولى. الحصان الأسود من وجهة نظرك اللي قدم مستوى ما كانش متوقع في ماتشات الجولة الأولى، هو طبعا مش هقول إن سلوفاكيا هي الحصان الأسود للبطولة، لكن يكفي فوزها في الجولة الأولى طبعا على منتخب بولندا، ده يديها يعني لقب الحصان الأسود على الأقل للجولة الأولى. أكتر منتخب مخيب للأمال من وجهة نظرك؟ يعني ممكن أقول ألمانيا، باعتبار إن هي خسرت على أرضها وما عملتش الظهور اللي المفترض تكون عليه ألمانيا في الجولة الأولى. أفضل اللاعبين أو أبرز اللاعبين في الجولة الأولى؟ طبعا في نجوم كتير تألقت، لكن خليني أروح ل يعني بعض الأسماء اللي ما كانتش سوبر ستارز وما كانش متوقع ليها الظهور. طبعا في كتير نجوم على رأسهم طبعا كريستيانو رونالدو هو نجم الجولة الأولى، تمام. بس لو بنتكلم على بعض أسماء، أنا عجبني مثلا ألكسندر إيزاك مهاجم السويد جدا في مباراته قدام إسبانيا، عجبني باتريك شيك طبعا اللي أنت اتكلمت عنه طبعا في المقدمة ودوره الكبير مع منتخب التشيك. يمكن دول أبرز اسمين طبعا يعني بشكل عام، بالإضافة طبعا إلى سبينازولا ظهير إيطاليا. في مفاجأة بالنسبة لك في الجولة الأولى؟ كنتائج لا، يعني ممكن معظم النتائج متوقعة، زي ما قلت لك فوز سلوفاكيا ممكن يكون مقبول، فوز فنلندا طبعا على الدنمارك، لكن كانت صاحبته ظروف الخاصة بإيريكسون طبعا، فده ممكن يكون الظروف بتاعة المباراة خلت في الإدت لفنلندا يعني الأفضلية النفسية على الأقل على منتخب الدنمارك، لكن بشكل عام يعني النتائج كانت مقبولة. إزاي بتشوف قرار الاتحاد الأوروبي يعني بزيادة عدد المنتخبات؟ هل ده أضاف للبطولة ومن ناحية الفنية ومن ناحية الإثارة ومن ناحية المتعة، ولا شفنا ماتشات يعني مش عايز أقول ما لهاش لازمة بس خالية من الإثارة، ماتشات رتيبة، ماتشات ممكن تبقى من طرف واحد، بينت الفروق أكتر بين القوى العظمى في الكرة الأوروبية وبين الفرق اللي يمكن ما لهاش تاريخ أو رصيد؟ هي فكرة الزيادة هي سياسة بقت عند كل الاتحادات في العالم كله. في كاس العالم نوصل 48 فريق. أيوة. أفريقيا تمت الزيادة، زيادة عدد المنتخبات في كاس الأمم الإفريقية. في أوروبا من الجولة من البطولة اللي فاتت المنتخبات وصل ل 24، فهي الفكرة تسويقية وفكرة الانتشار، يعني سياسة اقتصادية في المقام الأول. لكن طبعا بتأثر على الفنيات لأن الفوارق بتكون كبيرة بين المستوى الأول، دلوقتي ما عادش مستوى أول ومستوى تاني، بقى في مستوى أول ومستوى تالت، فدايما يعني المعادلة الصعبة. خلينا أكلمك في فكرة المعادلة بين مسؤولية الاتحاد الأوروبي، وده قياسا عليه كل الاتحادات التانية سواء الاتحادات القارية أو حتى الاتحادات المحلية ووصولا للاتحاد الدولي لكرة القدم، فكرة إنك أنت تحافظ على قوة البطولة على مستوى المتعة والإثارة فيها في مقابل أنك أنت تحقق جدوى اقتصادية. أنا فاهم طبعا لما العدد بيزيد في حقوق، بس في دعاية، في سبونسرز أكتر، وبالتالي المردود الاقتصادي بيبقى كبير، تقدر من خلال تزود الجوائز. لكن بتشوف كمان المسؤولية تيجي في المقام الأول هي القوة والمتعة، قوة البطولة نفسها، البراند بتاع بطولة يورو اللي ممكن يتهز من بسبب فكرة وجود ماتشات ضعيفة أو منتخبات لا ترقى المستوى منتخبات الصف الأول. خليني أسمع إجابتك بس بعد ما نروح لفصل ونرجع على طول. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم، وطبعا برحب بضيفي العزيز دكتور وليد الحديدي. دكتور وليد، تسمح لنا قبل ما نجاوب على السؤال ونكمل كلامنا على اليورو، نروح لتونس نطمن على فرقتنا وعلى تمرينة النادي الأهلي النهاردة من خلال زميلنا طبعا فاروق صلاح الموجود في تونس. فاروق، الحمد لله على السلامة بداية طبعا، ونطمن منك على أول تمرين النادي الأهلي في تونس واستعداداته للقاء ومواجهة الترجي التونسي إن شاء الله في نص نهائي دوري الأبطال.
كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية للدكتور وليد الحديدي، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل زميلي أحمد، زي ما حضرتك قلت إن أول تمرين الفريق النادي الأهلي عقب الوصول أمس إلى تونس، التدريب الأول النهاردة على الملعب الفرعي برادس. عايز أقول لك إن حالة الملعب كويسة جدا، إحنا عارفين طبعا نوعية الملاعب الموجودة في تونس، واحدة من الدول اللي بتتمتع بوجود يعني أكثر من ملعب، أكثر من رائع. ملعب النهاردة أول تدريب لفريق النادي الأهلي. طبعا مستر بيتسو موسيماني كان عقد محاضرة فنية للاعبين، واتفرج طبعا على بعض المباريات الخاصة بفريق الترجي التونسي في الفترة الأخيرة. بالمناسبة كانت آخر مباراة كان لعبها فريق الترجي اللي قعد فترة راحة منذ 26 مايو، كانت آخر مباراة كانت أمام الفريق النجم الساحلي في دور ال 32 لكأس تونس، وكان تلقى الهزيمة فريق الترجي بهدف مقابل لا شيء، وخرج من كأس تونس من دور ال 32. طبعا هو توج بطلا للدوري التونسي اللي كان انتهى. طبعا معين الشعباني المدير الفني، انا عايز بقربك اكتر شويه من الصوره لفريق الترجي التونسي. بالفعل معين الشعباني طبعا يعني تقدر تقول في بعض الامور يعني من سواء من الناحيه التنظيميه او الناحيه الاداريه كانت وانباء برحيله من نادي الترجي التونسي، خاصة يعني كانت المباراة الأخيرة مباراة الصعود أمام فريق شباب بوليسداد، يعني من المباراة اللي طولت وقت معين الشعباني مع فريق الترجي التونسي. مباراة لسه بتحظى بأهمية كبيرة جدا سواء لمعين الشعباني اللي فرض نوع من السرية التامة على معسكر فريق الترجي التونسي، كان دخل في معسكر مغلق منذ أول أمس. طبعا استعاد بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين لانضمامهم للمنتخب التونسي، سواء محمد علي بن رمضان وعبد القادر بدران ومعز بن شريفية، وأيضا فاروق بن مصطفى حارس المرمى. اتفرج طبعا يعني إيه، بنحاول إن احنا نقرب شوية من الكواليس ونقتحم من معسكر فريق الترجي التونسي. طبعا اتفرج على مباراة الأهلي الأخيرة، اتفرج على لقائين سان داونز سواء المباراة اللي أقيمت في القاهرة أو المباراة اللي أقيمت في بريتوريا، وأيضا لقاء النادي الأهلي ونهضة بركان. هو عارف قيمة المباراة وعارف تاريخ مواجهاته مع فريق النادي الأهلي. طبعا مباراة بتحظى بأهمية، لكن طبعا يقدر كل التوفيق. هو بيحاول يشتغل أيضا على العامل النفسي واستغلال النشوة المعنوية اللي كانت يعني آخر مباراة جمعت ما بين الفريقين هنا في رادس. يعني وبالمناسبة إن الملعب تم تغيير اسمه من الملعب الأولمبي برادس لملعب حمادي العقربي، كان تم تغيير الاسم منذ أغسطس الماضي نظرا يعني لوفاة أحد لاعبي المنتخب لاعبي تونس هو اللاعب حمادي العقربي، وتم إطلاق الملعب عليه. لو هنتكلم بقى وأقربك أيضا عن النادي الأهلي وحالة الجاهزية، نقدر نقول إن شاء الله كل صفوف النادي الأهلي مكتملة. طبعا أطمنك على حالة محمد مجدي أفشة اللي النهارده بيشارك في المران بصوره كامله، يعني كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي قبل السفر الى تونس كان شارك في جزء من المران، النهارده بيشارك بصوره كامله واصبح جاهز فنيا. طبعا زي ما صرح لنا الدكتور احمد ابو عبله، ايضا بطمنك على طارق محمد طارق اللي كان اشتكى ايضا من اصابه مع المنتخب الاولمبي، النهارده بيشارك في المران بصوره كامله. ايضا اكرم توفيق واحد من اللعيبه ايضا اللي كان موجود مع المنتخب الاولمبي، ولكن النهارده بيشارك، وطمنا من خلاله الدكتور احمد ابو عبله. النقطه المهمه جدا طبعا كان بالامس انضم للنادي الاهلي والبعثه للنادي الاهلي علي معلول وولتر بواليا. علي معلول كان شارك في اللقاء الاخير لمنتخب تونس امام منتخب مالي. علي معلول كان شارك في 80 دقيقه المباراه اللي انتهت بفوز منتخب تونس على مالي بهدف مقابل لا شيء، واليو ديانج كان شارك لمده 61 دقيقه. النهارده انضم يعني بالامس انضم علي معلول وولتر بواليا، وانضم في صباح اليوم اليو ديانج. لكن مستر بيتسو موسيماني نظرا لمشاركه اللاعبين فضل ان هو النهارده يدي راحه لاليو ديانج وعلي معلول من مران اليوم، وفي ظل يعني يعملوا استشفاء في الفندق اقامه فريق النادي الاهلي من اجل تجهيزهم يعني للمباراه، وفضل ان هو يديهم راحه من المران اليوم. باستثناء يعني هذه الامور تقدر تقول ان كل اللاعبين ان شاء الله يعني موجودين، حاله الجاهزيه اللي عند اللاعبين، ايضا التنسيق اللي بتقوم بالسفاره المصريه، وجود الكابتن محمود الخطيب بيدي اكتر من رساله للاعبين، واللاعبين خلاص وجود الكابتن بالنسبه لهم بيوصل كتير جدا طبعاً من الرسائل. زميلي احمد، طبعا طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح. دي كانت طبعا رسالة وافية وشاملة عن أول تدريبات النادي الأهلي، والحمد لله لأول مرة يمكن من فترة طويلة سواء كان بسبب مشاركة المحترفين الدوليين مع منتخباتهم أو بسبب مشاركة سداسي المنتخب الأولمبي لأول مرة بيكتمل سكواد النادي الأهلي في تونس. صحيح معلول وبواليا وديانج ما شاركوش في تمرينة النهاردة، لكن إن شاء الله من بكرة يدخلوا في استعدادات الفريق. الأهم أن كل العناصر المهمة جاهزة والحمد لله سكواد الأهلي خالي من الإصابات. دكتور وليد، مرة تانية برجع لحضرتك نتكلم عن اليورو، وكنت بسألك فكرة الناحية الأولوية لقوة البطولة من الناحية الفنية، ولا
الناحية الاقتصادية والتسويقية؟ وده كان سؤالي قبل الفصل، أسمع إجابتك. هي طبعا معادلة صعبة، وزي ما قلت لك إن كل الاتحادات بقت بتتجه دلوقتي لمسألة الزيادة، لأن في الآخر هو الهدف الأسمى عند كل المسؤولين في الكورة وفي الرياضة عموما بقى الجانب التسويقي وجانب الماركتينج والمداخيل وغيره وغيره وغيره. ويعني شفنا قنبلة الكرة القدم في السنة الأخيرة كانت موضوع السوبر ليج الأوروبي طبعا، وكلها كانت مختصة بالدخول وغيره طبعا. فدي حاجة يعني هي العجلة صارت للأمام، مش هينفع نرجعها. لكن انا بص، انا مع زياده اعداد المنتخبات في البطولات اللي بتقام على مراحل طويله، يعني البطولات اللي بتقام كل 4 سنين مثلا زي كاس العالم واليورو، انا ما عنديش مشكله ان المنتخبات تزيد، خصوصا ان مثلا بطوله زي بطوله اليورو، انت عارف المنتخبات الاوروبيه مهما كان يعني نسبه ارتفاع مستوياتها مؤكد افضل اكتر كمقارنه مثلا بالمنتخبات الافريقيه. يعني انا مثلا بالنسبه لي بطوله امم افريقيا بالنسبه لي 16 فريق عدد مناسب جدا، لكن 24 ممكن اتقبلها في اليورو، ممكن اتقبل وان كان 48 في كاس العالم برضو عدد كبير قوي، يعني 32 منتخب ده عدد مقبول. هنشوف ماتشات كتير في كاس العالم جدا، يعني تخيل انت ممكن التفاوت في المستوى هو اللي بيعمل الفجوه يا دكتور وليد. يعني لما تلاقي عندك 48 فريق بالتاكيد هيكون منهم 10 او 12 مستوى ايه والباقي كله يمكن في مستويات مختلفه، هيخلق فجوه. بس اعتقد بالنسبه لكاس العالم من حق اي دوله منتخبها بيتاهل لبطوله كاس عالم بيبقى في حاله فرحه وحاله سعاده كبيره جدا، فهنا ممكن اقبل ده. بس اللذه انت عارف اللذه، الصعود وفرحه الصعود لما تصعد وهي 24 غير لما تصعد وهي 32 غير لما تصعد وهي 48 تمام. ففكره حتى الفرحه مختلفه ممكن تقل شويه. طب تسمح لي نروح لزميلنا فاروق صلاح مره ثانيه، الحقيقه كان ليه لقاء مع السفير المصري في تونس، معالي السفير ايهاب فهمي. هنشوف اللقاء ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور وليد الحديدي ضيفنا النهارده في السادسه. كل تحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من تونس مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي واولى تدريبات فريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي برادس واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الترجي التونسي في مباراه الذهاب للدور النصف النهائي. دور كبير جدا بتبذله السفاره المصريه ممثله في معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه في تونس، ودور كبير جدا في تسديد كافه الامور والتنسيق قبل قدوم بعثه فريق النادي الاهلي. يسعدنا ان يكون معنا هذه الاثناء معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بتونس. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. جهد كبير ويعني امور بتبذل يعني حتى من قبل قدوم فريق النادي الاهلي، حطنا في الصوره وقربنا من المشهد. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. كان طبعا ده طبيعي ان احنا نكون في شرف استقبال النادي الاهلي بعثه النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، وده طبعا دي مهمه اساسيه، ويعني كان ايضا في شرف الاستقبال كابتن او سيد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي، ويعني كانت لفته كريمه حقيقه منه، وده عكست مشاعر الاخوه والمحبه اللي بتجمع ما بين الناديين ورئيسي الناديين. ونتمنى ان شاء الله تكون المباراه يوم السبت القادم ما بين الناديين العريقين نادي الاهلي ونادي الترجي ان تعكس العلاقات المتميزه ومستوى وروابط اللي بتجمع ما بين الشعبين. معالي السفير اعتقد الاتصالات تمت يعني منذ تحديد ان المباراه ما بين الاهلي والترجي، حطينا في الصوره والاتصالات اللي كانت بتتم من خلال المسؤولين في النادي الاهلي مع حضرتك ومسؤول السفاره المصريه. طبعا انا من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي بتوجه بالشكر للسلطات التونسيه على كل ما بذلته من جهد في توفير كل سبل الراحه وتوفير يعني كافه الاجراءات اللي يعني بتيسر إقامة البعثة، وأيضا فيما يتعلق بالتأمين منذ وصول البعثة وحتى اللحظة دي إلى يعني إن شاء الله إتمام المباراة على خير ومغادرة البعثة موفقة بإذن الله. وكان يعني هناك عدة لقاءات سواء مع رئيس نادي الترجي التونسي سيد حمدي المدب، اللي كان وجوده في المطار كان يعني أكيد تأكيد وانعكاس واضح لعلاقة الاحترام المتبادلة
متبادل بين الناديين، وتقدير ايضا لمصر وللنادي الاهلي، ويعني وطبعا لكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه والعربيه والافريقيه. وايضا التقيت بالاضافه لسيد حمدي مدب السيده وزيره الشباب والرياضه والادماج المهني بالانابه السيده سهام العيادي، وكانت أكدت لي حرصها التام وحرص كل السلطات التونسية على إنجاح هذه التظاهرة، لأننا بنتطلع أنها تكون في إطار أجواء إيجابية وودية وأخوية، وأنها رغم التنافس ما بين الناديين نتمنى أنها تكون في أجواء طيبة للغاية تعكس بشكل واضح العلاقات المتميزة ما بين مصر وتونس. وطبعا السنة دي احنا سيد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الإعلان خلال زيارة فخامة الرئيس أيضا قس سعيد رئيس الجمهورية التونسية خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، إعلان عام 2021-2022 عمل للثقافة التونسية المصرية، وبالتالي هناك العديد من الفعاليات الثقافية بمفهومها الشامل. وطبعا الرياضة هو بعد مهم وركيزة أساسية في هذه العلاقات، وإن شاء الله بإذن الله تكون الأنشطة الرياضية داعم للتقارب، تعزيز التقارب بين الشعبين. معالي السفير، مباراة بقيمة الأهلي والترجي أكيد بتحظى بشعبية كبيرة جدا وشوف اهتمام وسائل الإعلام وأيضا اهتمام الشارع التونسي، يعني برضه حضرتك تقربنا من الصورة وحديث وسائل الإعلام وأيضا الشارع التونسي عن قيمة المباراة وأهمية المباراة ما بين الأهلي والترجي. طبعا قامة كبيرة زي الأهلي ونادي الأهلي وأيضا نادي الترجي هو حدث بيترقبه الجميع سواء جماهير التونسية أو الجماهير المصرية، وكان طبعا يعني هذا الترقب مصحوب برغبة كبيرة من نادي الترجي للسماح لهم بوجود جماهير، أن يتم المباراة بوجود جمهور. وبناء على هذا الطلب تم تدارس هذا الأمر في اجتماع لرئاسة الحكومة التونسية، وتقرر السماح بالحد الأدنى لل 5000 متفرج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة اللي بتتخذها الدولة في إطار مواجهة جائحة كورونا. ويعني لن يتم السماح بالطبع لأي متفرج للدخول إلا بتقديم ما يثبت خلوه من الفيروس كورونا من خلال مسحة سلبية. وإن شاء الله بإذن الله يعني نشهد مباراة يسودها الود والمحبة ما بين الفريقين. معالي السفير، يعني رسالة حضرتك لعيبة النادي الأهلي، وأيضا أنا شايف إن حضرتك بتتمتع بصداقة مع يعني الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي الأستاذ طارق قنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. ده شرف لينا، ويعني مين ما بيحبش كابتن محمود الخطيب، ومين ما بيحبش يعني الفن الكرة اللي أمتعنا لسنوات ولسنوات وما زال بيمتعنا من خلال رئاسته للنادي الأهلي. وطبعا بتوجه بالشكر لكل بعثة الفريق نادي الأهلي وباشمهندس خالد مرتجي وجميع الأعضاء المشاركين في البعثة، ويعني نتمنى تكون ليهم إقامة جيدة وممتعة، وإن إحنا دايما جنبهم من الاستقبال حتى المغادرة. وأنا بتشرف دلوقتي حضرتك بنصور في الملعب حيث الميران الأول للنادي الأهلي، وبإذن الله يعني يكلل مجهودهم ده بالنجاح وبالتوفيق، وإن شاء الله بإذن الله نرى أيضا مباراة جيدة ترتقي لمستوى وعراقة النادي الأهلي ونادي الترجي. أيضا شكرا حضرتك يا معالي سفير، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. شكرا يا فندم، اهلا بحضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بتونس، ومجهود كبير جدا بيبذل من افراد السفاره المصريه وتذليل كافه الصعاب الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي قبل مواجهه النادي الاهلي امام فريق الترجي في مباراه الذهاب للدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، ويعود من تونس ان شاء الله مكلل بالانتصار، وان شاء الله بالتوفيق ايضا في مباراه العوده من ثم الصعود للمباراه النهائيه، وباذن الله التتويج بالبطوله العاشره بمشيئه الله. بشكرك زميلي فاروق صلاح، طبعا شكرا معالي السفير ايهاب فهمي سفير مصر في تونس،
وشكرا الحقيقه. يعني اعتقد جولات الاهلي المكوكيه بتاكد طبعا على الدور الكبير اللي بتقوم بيه سفاراتنا في الخارج في تسهيل مهمه وتذليل كل العقبات اللي ممكن تكون بتواجه النادي الاهلي. كل التوفيق للاهلي المصري ان شاء الله في مواجهه الترجي التونسي، وتبقى الحقيقه العلاقات قويه جدا، وعلاقات الموده والترابط بين الاهلي والترجي اثنين من اكبر الانديه العربيه والافريقيه، ونتمنى دايما ان تكون الرياضه واحده من اهم ادوات تقويه العلاقات والتواصل بين الشعوب خصوصا طبعا العربيه والافريقيه. مره ثانيه اهلا بيك يا دكتور وليد. هتكلم معاك سريعا كده على الخطوط العريضه، يعني مش هدخل في التفاصيل قوي يمكن ندخل فيها بعد شويه، لكن الخطوط العريضه لو كلمت على مردود المنتخبات الكبيره بدايه والمرشحه للتتويج باللقب من وجهه نظرك. خلينا اول احيي فاروق على الاداء الرائع يعني، واتمنى له كل التوفيق، عامل شغل هايل من تونس وكل فريق واحد من قناه النادي الاهلي الحقيقه دايما ده مش غريب على قناه الاهلي، واداء الاعلامي خصوصا في المناسبات اللي بتكون خارج مصر بتقدم تغطيه محترمه جدا. المنتخبات الكبيره لحد دلوقتي زي ما لو تفتكر الحلقه اللي فاتت في تقدمه البطوله كان عندنا مجموعه منتخبات مرشحه ومجموعه منتخبات احنا توقعنا ان هي تظهر بشكل جيد كقوه كلاسيكيه بترجع للصوره من جديد. تمام. المنتخبات المرشحه اللي كان على راسها المنتخب الفرنسي قدم اللي ديشامب بيقدمه أو بيشتغل بيه طول فترة توليه لقيادة فرنسا. هو عارف هو منتخب فرنسا كلهم سوبر ستارز وكلهم من أفضل لعيبة العالم في مراكزهم، لكن شكل أداء منتخب فرنسا الفردي ما يخلوش يلعب تيكي تاكا. يعني هو ما عندهوش تشافي وإنيستا مثلا، ما عندهوش زين الدين زيدان، لكن هو عنده قوة بدنية وعنده سرعات وعنده ثبات في المستوى وعنده لعيبه عندها رؤيه ولعيبه بتعرف تتحرك كويس، فهو ما بيعتمدش انه يفتح ملعب ويلعب تمريرات قصيره كتير واستحواذه. امبارح المانيا هي اللي كان معاها الاستحواذ وهي اللي معاها المحاولات اكتر، لكن في الاخر فرنسا بتعرف تلعب على مواطن قوتها ان هي عندها دفاع قوي جدا، خط وسط فيه كانتي في الاداء اللي قدمته من وجهه نظرك ممكن يمهد لها الطريق انها تكون يعني بطله يورو 2020؟ اصل هي كسبت كاس العالم كده ووصلت نهائي يورو 16 كده وخسرت طبعا بمفاجاه قدام البرتغال، فهو دي الطريقه اللي ديشا بيلعب بيها وبيعرف يكسب بيها البطولات. طيب. فتاكد ان فرنسا تفضل تلعب بالشكل ده لحد النهائي وممكن تاخد طبعا البطوله ودوري. طيب. تعال نشوف ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قال ايه بعد المباراه ونرجع نكمل كلامنا. هل هيمنت فرنسا تماما على مسار المباراة؟ لم نهيمن بصورة كاملة، بل جابهنا منتخبا ألمانيا ممتازا جعلنا نعاني، استحوذ على الكرة أكثر منا لكننا لعبنا بفاعلية أكبر، لعبنا بفاعلية في الدفاع وهذا مهم، سجلنا ذلك الهدف وكان بوسعنا تأمين النصر بتسجيل الهدف الثاني الذي كان سيساعدنا على اللعب بطمأنينة أكبر في المباراة. أدى اللاعبون مهمتهم، شاركنا في مباراة ذات مستوى متقدم وكانت بحق معركة العمالقة، بوسعنا تقديم أداء أفضل عند حيازة الكرة ولعب أفراد المنتخب بوحدة كبيرة في الأوقات الصعبة، ونجحنا في تأدية المهمة ضد منتخب ألماني ممتاز. هل هو سعيد بأداء المنتخب؟ الفعالية هامة في كرة القدم، ولعبنا بفعالية في الدفاع لأن المنتخب الألماني سبب لنا الكثير من المتاعب، لكننا لم نرتكب أي أخطاء ولم نمنحهم أي شيء. أنا لو ما كانش شعب فرنسا وعندي التشكيلة دي وحجم النجوم اللي كان موجود في سكواد المنتخب الفرنسي هحاسبك حساب الملاكين بصراحة ديدي. يعني أعتقد أنه يمكن أقوى منتخب من حيث الأسماء والتشكيلة، وصعب جدا 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 على أي مدير فني أنه يحدد مين ممكن يكون أساسي ومين ممكن يكون أوراق بديلة، لأنه الحقيقة سكواد فرنسا ممكن تكون الأقوى على مستوى الأفراد في البطولة. لكن المدهش الحقيقة بالنسبة لألمانيا اللي للاسف الشديد، وعايز اخد رايك في جزئيه انه يتم الاعلان قبل بطوله مهمه زي دي على انه البطوله دي هتكون نهايه مشوار يوكيم لوف للقياده الفنيه لمنتخب المانيا وتولي هانس فليك، هل شايف انه ده ممكن يكون له تاثير سلبي على مستوى وعلى اداء المانيا في البطوله؟ لا هو بص، ده ممكن يكون عندنا في مصر او في الوطن العربي ممكن يكون مؤثر نفسيا، لكن هم في اوروبا متعودين على كده، يعني الموضوع المواضيع عندهم واضحه والدنيا يعني ما فيهاش اي مشاكل، الناس بتبقى عارفه ان هو ممكن يكمل لحد بطوله معينه او لحد نهايه عقده ويجي له ثقافتهم تتقبل ده حته التسليم والتسلم دي بسيطه جدا. هانسي فليك قاعد امبارح في المدرجات وعادي من غير اي حرج، يعني ممكن يكون عند لو حصل ده في مصر مثلا ممكن تلاقي المدير الفني لو جاي يتولي ممكن ما
يحضرش المباراه يقول لك عشان ما سببش حرج او ضغط او لا، الامور اسهل من كده. لكن هو يواكيم لوف طبعا مع التاكيد انه مدرب عظيم وعمل تاريخ عظيم مع المانيا، لكن في مآخذ كتير بتتاخد عليه في طريقه اللعب. يعني انا شايف امبارح مثلا ان المانيا لعبت 3-4-3، انا شايف ان الطريقه دي مش مناسبه للاوراق بتاعه منتخب المانيا. يعني منتخب المانيا انك تلعب باثنين بس ديفندرات وانت عندك فرصه ان انت تلعب بثلاثه وتمتلك وسط الملعب خصوصا قدام فرنسا، انا شايف ان دي سقطه تكتيكيه من لوف. كمان منتخب المانيا عنده مشكله الحقيقه، لوف ما عندوش او ملوش يد فيها، انه ما عندوش الهداف. على فكره المانيا ما قدمتش مباراه سيئه ولا حاجه الى حد ما، المانيا كانت جيده. كنت عايز اقوله وحتى الهدف اللي سجلته فرنسا نيران صديقه، يعني بالزبط. غلطه الهاملز طبعا، غلطه شاطر بألف كلفتهم الخساره قدام فرنسا، لكن اصل ان فرنسا ما نجحتش في التسجيل. على عكس الكلام حتى اللي كان بيقوله ديدييه ديشان انه سجلنا، لا انت ما سجلتوش. هي غلطه من مفاجاه ان الاهداف المتوقعه امبارح لالمانيا اعلى بثلاث اضعاف من فرنسا. تمام. فالمانيا لكن المانيا مثلا لو معاها كريم بنزيما امبارح كانت كسبت المباراه. أيوة. فدي على الرغم انه على مدار عصور كتير جدا كانت دايما المانيا بتتميز بالمهاجم اللي يخلص. بالظبط. يعني هم يعني مين اللي في تشكيلتهم دلوقتي؟ تيمو فيرنر، وطبعا سلسله من الفرص الضائعه مع تشيلسي، وفولاند مهاجم موناكو برضو مش هو اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه كمنتخب المانيا. فانا شايف دي نقطه الضعف عندنا. كان عندنا رودي فولر، كان عندنا كلينسمان، كان عندنا كلوزا، كان بيرهوف. عندنا بيرهوف. لا طبعا المانيا ده في القريب، انا مش عايز ارجع طبعًا. للبعيد كمان كان يعني مولر طبعًا مولر القديم بقى طبعًا. مش مولر الجديد طبعا. طيب خلينا نشوف يواكيم لوف قال ايه على المباراه في المؤتمر الصحفي، ونرجع نقول او نقرا معاك طبعا المباراه دي، المواجهه دي رقميا. نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم. أود القول في بادئ الأمر إنها مباراة قوية ومثيرة. أحسن المنتخبان اللعب ولم يتكبد المنتخبان كثيرا من الفرص ولم يهدر حيازة الكرة. أعتقد أننا أظهرنا التزاما كبيرا وهيأنا العديد من الهجمات، وأعتقد أننا أدينا مهمة جيدة. عجزنا بالطبع عن إيقاف هجمات المنتخب الفرنسي المرتدة، لكننا أدينا بصورة عامة مهمة حسنة. من المحبط أن تخسر المباراة بنيران صديقة، لكننا نافسنا في المباراة ولعبنا بحماسة كبيرة وتعطش للفوز. الشيء الوحيد الذي افتقدناه هو تسجيل الأهداف، وأننا لم نلعب بالفاعلية الكافية في هذه الناحية، وعلينا العمل لإصلاح ذلك. ما أراه إيجابيا للمباراة القادمة هو الالتزام الذي لعبنا به. تعالوا بقى نقرا الماتش ده مع دكتور وليد بالارقام، نشوف كده احصائيه عاملينها لحضراتكم تقول لحضراتكم ترجمه المباراه دي من ناحيه الرقميه. اتفضل دكتور. هو طبعا لو انت قريت الاحصائيات مستحيل اللي ما شافش الماتش يتخيل ان فرنسا اللي خرج الكسبان. لكن هو ده منتخب فرنسا تاني، باكد انه مع ديشان هو ده منتخب فرنسا. تمام. هو بيتعامل مع المباراه بهذه الطريقه. مثلا في النهايه ده يحسب لديدي ديشان. طبعا طبعا. هو ذكي جدا على طبعًا. فكره، وانا ضد التقليل منه كقيمه مدرب فني. لان المدير الفني الذكي هو اللي يعرف يستخرج الافضل او يلعب بالتكتيك المناسب لامكانيات لاعبه. طيب. طبعا فرنسا كسبت 1-0 المباراه. الفرص فرنسا تعادل لكن فرنسا يعني سجل. من احدى الفرص سجل واحد، ما سجلتش برضه، هو في المانيا هي اللي سجلت بصراحه. يعني الواحد ده المفروض يروح في خانه المانيا. يعني حتى برضه اللي ما اتفرجش على الماتش وتقول مات هوملز اللي جاب الجون، فتخيل برضه المانيا هي اللي كسبت، فحاجه غريبه جدا. الاستحواذ طبعا 60-40 لصالح منتخب المانيا. التمريرات الصحيحه كانت 90% لمنتخب فرنسا مقابل 84% لمنتخب المانيا، وكعدد تمريرات منتخب فرنسا مرر اكتر رغم انه استحواذ اقل، ضعف تقريبا او اقل من الضعف بحاجه بسيطه. ده يديك برضه انطباع. يعني لو هنفسر بقى هنطبق الاحصائيه دي على الجانب التكتيكي، ان لعيبه فرنسا كانت بتلاقي بعض، لكن ضغط فرنسا على المانيا بيخليهم يلعبوا كرات طويله، فعدد التمريرات بيبقى اقل. تمام. فبالتالي رغم الاستحواذ لكن عدد تمريراتهم اقل. عظيم. التصويبات على المرمى 9 لالمانيا مقابل ولا واحده بين الثلاث خشبات. الناحيه الثانيه 4 تسديدات لفرنسا على المرمى منهم واحده بس بين الثلاث خشبات.
الكرات العرضيه يعني نسبه يعني ست اضعاف يعني اكثر من ست طبعا اكثر من 19 عرضيه لالمانيا مقابل 3 لفرنسا. ولا تتخيل 19 عرضيه وانت جنابري، ما هو جنابري هو مش راس حربه طبعا، مولر مش راس حربه فاكيد مش هيعرف يستغل. لكن لو انت عندك زي ما اتكلمنا بنزيما مثلا في المنطقه، ولا هالاند، ولا ليفاندوفسكي مثلا بيلعب امبارح بقى في تشكيله المانيا، قصه ثانيه خالص. المانيا تاخد البطوله طبعا. يعني طبعا. فالضربات الركنيه برضه بتكمله للاستحواذ الفرنسي الالماني او السيطره الالمانيه، 5 ركنيات لالمانيا مقابل 3 لفرنسا. ودي حط علامه استفهام يعني، نبقى نطرحها بعدين، ازاي دوري زي الدوري الالماني عندك فيه بطل اوروبا زي بايرن ميونخ، زي فرق على مستوى عالي جدا زي بروسيا دورتموند، زي لايبزيج، وما يقدرش يفرز مهاجم قوي في الدوري الالماني؟ لان سريعا هو يعني اقوى 2 مهاجمين في الدوري الالماني هولندي ونرويجي صحيح. فدي برضو تدي اكيد. بص الالمان ما بيفوتوش حاجه. أيوة. في ناس بتسخر من كلمه العقليه الالمانيه، لكن فعلا الناس دي بتشتغل صح. وتاكد ان بعد البطوله دي هتلاقي في مراحل الناشئين مشاريع عشان يطلعوا مهاجم، عشان دي مشكلتهم دلوقتي. صحيح. ممكن تلاقي في كاس العالم مثلا 2030 افضل مهاجم في العالم هتلاقيه الماني يعني. لو ربنا ادانا العمر هفكرك. طيب خليني اخدك واروح لظواهر الجوله الاولى. يعني هل الجوله الاولى بعيدا عن اسماء المنتخبات او اسماء النجوم افرزت ظاهرة جديدة في عالم كرة القدم؟ يعني خلينا نتكلم فنيا، ان بدأت طريقة الثلاثة تطول المنتخبات بعد ما طالت الأندية طبعا يتزعم الثلاثة في على مستوى الأندية كونتي مع تشيلسي ومع انتر ميلان، وكسب دوري انجليزي وكسب دوري ايطالي بالثلاثة المدافعين. في البطولة دي بلجيكا مستمرة في اللعب بثلاث مدافعين، المانيا امبارح بتلعب بثلاث مدافعين، ودول ابرز منتخبين كبار بيلعبوا بثلاث مدافعين. فده تحول جديد للتكتيك اللي هي 3 4 3 او 3 5 2. من الظواهر برضه الطريقه دي مناسبه لينا. انا مقتنع ان افضل طريقه للكره يعني المصريه هي 3 4 3. فتره انجازات النادي الاهلي كانت بال 3 4 3. اعظم انجازات منتخب مصر كانت بال 3 4 3، لان احنا عندنا بسرعه، مش عايز اخد اطلع من اليورو، لكن احنا عندنا مشكله صعبه جدا في التغطيه العكسيه وفي الكرات العرضيه وفي التحولات، بيبقى عندنا كثافه قليله في منطقه الجزاء. لما بتلعب بثلاثه مدافعين بشرط ان يكون عندك 2 ظاهرين زي سيد معوض مثلا ومحمد بركات، او زي سيد معوض واسلام الشاطر، او زي طارق السعيد، يعني عندك اسماء تقدر تعتمد عليها اللي هو الظهير الجناح ياخد الخط. فلو لو عندك ده، لو قدرت توفر الظاهرين دول، تاكد ان 3 4 عندنا الظاهرين دول عندنا يعني شويه يعني النادي الاهلي مثلا في علي معلول طبعا الناحيه اليمين، هاني مع اضافه لو جه يعني بنتكلم عن النادي الاهلي. اعتقد انا شايف ان سكواد النادي الاهلي دلوقتي لو لعب 3 4 3 يعني هيعمل غير طرق اللعب. في حاجه نقدر نقول عليها ظاهره طبعا الاهداف العكسيه يعني. او من المره الاولى في تاريخ اليورو اول هدف يتسجل هدف عكسي ديميرال في مرمى، ولاعب يوفنتوس تاني اللي هو تشيزني اول حارس في تاريخ اليورو يسجل في مرمى كره لما ردت من القايم وخبطت فيه ودخلت لسلوفاكيا. برضو هوملز طبعا امبارح سجل في مرمى، ودي ظاهره ده حاططها لنوير ولا اجدع مهاجم يعني طبعاً. لا بنزيما ولا امبابي حطها في الزاويه العكسيه في سقف الجون. استاذ بصراحه ده المهاجم اللي المانيا محتاجاه، تقيله قوي على اللعيب بصراحه لما فرقته تخسر يعني هدف يسبب خساره. طبعا من الظواهر برضو ان في ازمات بتحصل طبعا. ازمه اريكسن الشهيره طبعا، ارناوتوفيتش مهاجم النمسا والاهانات العنصريه اللي وجهها لاحد لاعبي منتخب مقدونيا، والقصه وهو توقف مباراه على فكره، فدي برضو ازمه من الازمات. الراجل اللي نزل بالباراشوت امبارح في مباراه المانيا وفرنسا دي برضو من اللقطات الطريفه يعني. ففي بعض ظواهر طريفه كده. طيب قبل ما اكلمك على اللي كان منتظر من الاسماء اللي من العيار التقيل من سوبر ستارز، خليني اخدك للاحصائيه العامه المرتبطه بالجوله الاولى من بطوله يورو 2020، نقراها مع حضرتك ونرجع نكمل كلامنا. يعني عندنا اكتر منتخب عمل استحواذ مش بس في الجوله الاولى ده في تاريخ بطولات اليورو. منتخب اسبانيا عمل 82% تخيل استحواذ قدام منتخب السويد. وتبقى برضو مشكله اسبانيا هي مشكله المانيا، ان ما عندوش لا فرناندو توريس ولا عنده ديفيد فيا ولا عنده راؤول جونزاليس ولا عنده المهاجم راس الحربه اللي يقدر يتوج له هذا الاستحواذ وهذا التيكي تاكا السلبيه. لان التيكي تاكا اسبانيا زي تيكي تاكا برشلونه دلوقتي اللي هو تمريرات كتير جدا، لكن في الاخر ما بتوصلكش لان ما عندكش عندك اجنحه في توريس جناح هايل جدا، عندك وسط ملعب كويس، لكن الهداف اللي هيتحول لك الكور من المنطقه عشان يجيب لك مش موجود.
يبدو انه الهداف دي بقت مشكله عالميه. هو ده اللي مخلي بروسيا دورتموند عايز 200 مليون في هالاند. ده اللي مخلي كيليان امبابي رغم من انه جناح يعتبر جناح لكنه جناح هداف فبيطلب فيه مبالغ خياليه. فده اللي مخلي محمد صلاح في توب اللعيبه في العالم دلوقتي على الرغم من انه جناح بس بيعرف يجيب اجوان. فكره ان انت تحول طبعا غير وده اللي خلى مدرب زي بيب جوارديولا ما بيعتمدش على راس حربة صريح خالص يعني كره مانشستر سيتي السنه دي كلها اعتماد على فيل فودن على رحيم ستيرلينج على رياض محرز على جوندوجان هداف الفريق. ما تقدرش تقول انه اجويرو او خيسوس كانوا ليهم ازمه عالميه دور عالمية. صحيح فاكثر تمريرات صحيحه برضو اسبانيا يعني بتتوج استحواذها لان برضو السويد كانت عامله بلوك ما كانتش بتحاول حتى تضغط ضغط عالي فكانت بتسمح لاسبانيا انها تعمل 860 تمريره بنسبه 92% صحه. اكثر تمريرات بينيه صحيحه برضو هتلاقي أسبانيا. منتخب اسبانيا برضو بسبع تمريرات. الاكثر فرص البرتغال 12 فرصه قدام منتخب المجر وان كان منتخب المجر عمل مباراه عظيمه بالنسبه لي دفاعيا لحد الهدف الاول وبعد كده طبعا قله الخبرات خلته تنهار طبعا ينهار. اكثر تصويب على المرمى منتخب ايطاليا ودي حاجه اعتقد دي اول مره تحصل في التاريخ ان يبقى في جوله كامله فيها منتخبات اكبر منتخب يبقى اكثر تصويب منتخب ايطاليا لان احنا معروف عن منتخب ايطاليا انه منتخب دفاعي وهجمات مرتده لكن مانشيني زي ما اتكلمنا قبل البطوله عمل منتخب ايطالي منتخب مختلف بجلد مختلف بشكل مختلف حتى بيسموه في ايطاليا دلوقتي التيكي ايطاليا يعني اشاره للتيكي تاكا لكن بالطريقه الايطاليه. كره ايطاليا الهجوميه دي تستمر تتوقع انت انها تستمر على مدار البطوله عنده الادوات اللي تسمح له انه دي تكون سمه لعب منتخب ايطاليا ولا عشان قابل تركيا في الجوله الاولى شفنا ايطاليا بالشكل ده كطريقه لعب هو بقاله سنتين ونص بيلعب او ثلاث سنين داخل في ثلاث سنين بيلعب مع ايطاليا بالطريقه دي فايطاليا هتفضل تلعب بالطريقه دي. فكره ان الطريقه دي تكسبه ممكن يجي قدام منتخبات قويه تقفل عليه زي منتخب فرنسا او منتخب البرتغال او المانيا او بلجيكا انا مستني بقى الماتشات دي يا دكتور وليد دي جايه يعني مستني الماتشات دي يعني ايطاليا فرنسا اسبانيا المانيا هولندا برتغال يعني الماتشات اللي هي عارف كله تكسير عظام وبعدين بيتهيألي كمان طول ما احنا في مرحله حسابات النقط اللعيبه بتلعب يعني طبعًا. بنص حموله طبعا لكن طبعًا. لما نخش في خروج الخسران اعتقد كل منتخب هيطلع كل ما عنده لا تاكد ان المستوى هيرتفع تدريجيا ده اكيد مع الصدمات الكبيره زي ما انت بتقول هنشوف بقى اليورو اللي احنا مستنيينه. السوبر ستارز عندي لعيبه على وزن ليفاندوفسكي رونالدو امبابي كتير يعني عندي مجموعه محترمه جدا من لعيبه السوبر ستارز هل شايف ان هم ظهروا قدموا المردود المتوقع منهم كانوا اصحاب بصمه مع منتخباتهم ولا كان الاداء باهت؟ طبعا اهم سوبر ستار ظهر في الجوله اللي هو كريستيانو رونالدو هو نجم الجوله هدفين في مرمى منتخب عشان كريستيانو يعني ما اقدرش اقول ان لوكاكو كمان ممكن يخش ما هجيبه يعني هجيب. هيجي في الطريق بس لازم نبدا برونالدو يعني ما ينفعش بعد اللي عمله امبارح ويوصل ل 11 هدف يبقى الهداف التاريخي لليورو ويسجل في خمس بطولات متتاليه واول لاعب يسجل في خمس بطولات ويلعب في خمس بطولات قبل كاسياس شارك في خمس بطولات لكن لعب في ثلاثه بس لكن كريستيانو رونالدو لعب تخيل هذه الاستمراريه هو ده سر عظمه نجاح كريستيانو رونالدو ان في استمراريه هو يا جماعه الراجل ده بيطارد ايه بيطارد الارقام القياسيه انا بس عايزك يعني تركز لما جبنا اعتقد كانت الماركه يمكن او السبورت الصوره بتاعه كريستيانو رونالدو وهو مكشر بعد الهدف واخد كده اللي هو الرياكشن اللي هو في تحدي هو الراجل ده محدش كان حاطط عليه اي ضغط قبل المباراه هو بيقلق لنفسه الضغوط هو داخل الماتش متخيل ان في حد مهاجمه في حد مضايقه في حد معصبه وداخل ينتقم داخل ينتقم من حد شخصيه خياليه هو كونها في دماغه وداخل يرد عليه يخلق حافز هو ده كريستيانو رونالدو ده حقيقي هو هو متميز في خلق التحديات دي اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها في صحيفه الاسبانيه طبعا يعني ما فيش حد اللي شتمه في الملعب مفيش قبل المباراه حد هاجمه مباراه مش نهائي بطوله ولا نهائي كاس عالم لكن الرياكشن ده يقول لك ان هو عمل لنفسه تحدي ودخل كسبه يا جماعه انا كسبت هذا التحدي لا طبعا كريستيانو رونالدو ده اصل كل دلوقتي الصحافه في العالم مش بس في مصر واحنا كنقاد كل لاعب يظهر يقارنوه بميسي وكريستيانو يا جماعه ميسي وكريستيانو خلقوا اسطورتهم في 13 14 سنه استمراريه في التوب كلاس بشكل مستمر اللي هو بدون سقوط كريستيانو رونالدو من 2009 هو وميسي وميسي يمكن من قبل كده بسنه او حاجه الاثنين في التوب لحد النهارده 2021 انت تستمر على القمه اصعب بكتير من الصعود ليها ده اللي نجح فيه كريستيانو وميسي تتوقع ان
نشوف كريستيانو النسخه اللي جايه من اليورو ولا خلاص دي اخر يورو؟ اليورو هتبقى بعيده والله. بص مع كريستيانو اتوقع اي حاجه، بس على الاقل اعتقد ان اخر بطوله دوليه ليها تكون كاس العالم اللي جاي طبعا. يا رب يمد في عمره الكروي هو وميسي يعني نفضل نستمتع بها. قبل ما اسيب كريستيانو، اللقطه بتاعت المؤتمر الصحفي والخسائر اللي بالمليارات اللي نتيجه انه يعني حرك كده فاليو يعني ده اقتصاد متحرك. كريستيانو رونالدو ده اكتر لاعب مش بس في كرة القدم، يمكن أكتر أو تاني أكتر لاعب في تاريخ الرياضة اللي دخل له مداخيل من الماركتينج والإعلانات و فده دولة يعني ميزانية كريستيانو رونالدو بس قد ميزانية دول متجمعة في أفريقيا وآسيا. فده يعني تخيل بس عشان يحرك مياه غازية كده 4 مليار دولار فتنسر يخسرهم 4 مليار دولار فطبعا لا طب غير كريستيانو مين من طبعا لوكاكو تكلمت عنه ظهور الرائع ده منتخب روسيا، وأنا متخيل أن لوكاكو هيبقى واحد من نجوم البطولة، وأنا متخيل كمان مستقبل واعد لمنتخب بلجيكا في هذه البطولة خصوصا بعد عودة دي بروين دخل القائمة الماتش الجاي وكمان دنمارك مباراة دنمارك وكمان يعني عودة ايدن هازارد، انا متخيل انه هيبدا يدي المنتخب بلجيكا في الماتشات اللي جايه. فلوكاكو طبعا من نجوم الجوله الاولى احرز هدفين وخطف الاضواء في المباراه. بقيه النجوم امبابي عمل مباراه هايله جدا امبارح، ما هدفش سجل هدف اتحسب اوف سايد لكن شكل ضغط على دفاع منتخب المانيا طول الوقت. ليفاندوفسكي الظهور مخيب كالعاده مع منتخب بولندا، ليفاندوفسكي ما بيبقاش في التوب فورم زي ما بيعمل مع بايرن. اكتفي بالقدر ده وسريعا جدا تقول لي ايه اللقاء اللي انت او اللقاءات اللي انت بتنتظرها في الجوله الثانيه من اليورو؟ مؤكد كلنا باصين على المانيا البرتغال، هو ده المباراه بقى اللي هتحدد مين المنتخب الكبير اللي هيغادر البطوله باعتبار ان فرنسا خلاص خلصت الموضوع يعني. نورت الدنيا وشرفتنا النهارده في سادسها دكتور وليد، بسعد دايما بوجود حضرتك معانا، وما دام اليورو مستمر احنا كمان مستمرين، وان شاء الله الاسبوع الجاي كلامنا عن اليورو مستمر، وممكن ادخل معانا كمان كوبا تكون الدنيا سخنت شويه، يمكن كوبا امريكا مش على نفس درجه السخونه بس ممكن على الاسبوع اللي جاي الدنيا تكون سخنت عندهم، يكون لينا تغطيه طبعا فيما يتعلق بماتشات كوبا امريكا. بشكر حضرتك على وجودك معانا وبشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله اول لقاء لينا هيكون بعد ماتش الاهلي والترجي، ان شاء الله يكون لقاء احتفالي. في جميع الاحوال كلنا ثقه في النادي الاهلي وفي ابطالنا وفي قدرتهم على التأهل لدور النهائي والنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. تحياتي لكل الأهلاوية وأقابلكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي.